أخواتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا سنكمل على الفيديو السابق الخاص بعقود العمل. تكلمنا عن طريقة عمل عقد على النظام الجديد تبع العقود. الحين راح نتكلم عن المرحلة ما بعد عمل العقد، أي توقيع من طرف العامل. إذا ندخل على موقع الوزارة ألا وهو تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر، نقدم الطلب وندخل على الخدمات. دائما ندخل على الخدمات، أول شيء موجود هنا هو تصديق عقود العمل من داخل دولة قطر، تمام. فبس التذكرة بالأشياء التي سويناها في الفيديو السابق، هنا ندخل رقم البطاقة الشخصية، تاريخ انتهاء، والبيانات الخاصة بالعقد وكذلك الملحق إن كان موجودا. هذه الخانتين الاثنين اللي هما ملحق شرط عدم أو عدم إفشاء السرية فهما ليس بإجباريين، والمفاوض بالتوقيع وكذلك لغة العقد. فأحيانا في فلبيني، في على حسب الدولة بطبيعة الحال، أو إنجليزي بصفة عامة مقبولة من الجميع، يكون عربي إنجليزي عربي هندي. المهم فبعد هذه العملية آخر شيء رأيناه هو انتظار الدفع، انتظار التوقيع من طرف العامل. هنا سأتكلم على هذه المرحلة. أول شيء يجب أن يكون له رقم تليفون خاص باسمه، هذا شيء ضروري جدا لعمل حساب توثيق لهذا الشخص. فنذهب إلى نظام التوثيق، اللي هو اللينك كما ترون naz.gov.qa، سأتركه أسفل الفيديو. فهنا سأريكم الطريقة السهلة لعمل حساب على التوثيق. إذا نذهب إلى لوغينج وليس تسجيل حساب جديد، فنعمل تسجيل دخول، وهنا بتسجيل دخول نعمل نسيان كلمة. هنا ندخل رقم الاي دي، سأدخل مثلا رقم الاي دي تبعي. إذا ندخل رقم الاي دي العامل، ورقم التليفون المسجل باسمه زي ما قلنا، والكابتشا، كونتينيو. في هذه المرحلة بالضبط عند الضغط على المتابعة سيأتي رسالة نصية إلى العامل، بعد تأتي رسالة نصية إلى الشخص على رقم تليفونه ألا وهي 4 أرقام. نكتب هنا 4 أرقام ونكمل العملية. بعد ذلك سيعطينا إعادة رقم الباسورد الجديد. إذا هنا فيك تكتب أي باسورد جديد. من شروط الباسورد أنه يكون أقل شيء 6، ويكون فيه أرقام وحروف، ويكون فيه مثلا كابيتال وسمول كاركترز. إذا بعد هذه العملية سأكلمكم عن الطريقة، فأنا عملت بس سلايد بخصوص الطريقة لأنه للأسف ما عنديش فيديو، ما عنديش عفوا شي عقد عمل حاليا أندر بروسيس لوريكم الطريقة بالضبط بالفيديو. إذا عند تقديم طلب عقد عمل سنلاحظ على السيستم هنا انتظار موافقة العمل، يرجى من العامل الدخول إلى البوابة إلى آخره للمصادقة على العقد. بعد ما عملنا يوزر نيم صار اللي هو رقم البطاقة وباسورد جديد، هنا العملية كما حكيت من قبل أنه بس دخل رقم تليفونه
ورقم بطاقة الشخصية راح توصلوا رسالة بأوتيبي، تدخل الأوتيبي هون وتغير الباسورد، يعني تسوي باسورد جديد. بعد ذلك عند الدخول إلى السيستم، عند طلباتي البحث في طلباتي، سأعمل فيديو قصير عن هذه المسألة كيف تشتغل. إذن عند الدخول كعامل وليس كشركة، هنا نختار بوابة الأفراد والعمال وليس أصحاب العمل على السيستم، فندخل الباسورد والمستخدم اللي هو رقم بطاقة والباسورد، وبعد الضغط على استمرار ستأتي رسالة نصية كذلك بخصوص الـ OTP اللي هي موجودة هون، وعند إدخال الـ OTP سيعطيك الدخول للسيستم. أنا في هذه الحالة استعملت الـ ID تبعي، ففي استعملها أونلاين عادي. عند الدخول في السيستم هنا تختار شخصي، أي شخص وليس شركة، فعند الضغط هنا عوض خدماتي في شيء اسمه طلباتي بحث، ستجد هنا رقم الطلب أو رقم العقد، وكذلك الإجراء اتخاذ إجراء الإمضاء على العقد، ألا وهي السكرين اللي حطيته هنا بانتظار موافقة العامل، وهنا يقول إجراء التوقيع على العقد. إذن بعد ذلك ندخل على الطلب، هنا في اعتماد العقد نعمل كليك على اعتماد العقد، بعد ذلك ستأتي رسالة تم اتخاذ الإجراء بنجاح، وبعد ذلك سنلاحظ تحول حالة العقد إلى بانتظار الدفع. فقط عند الدخول مرة ثانية باسم الشركة ستجد عند الطلبات بانتظار الدفع، بس عند الضغط على الطلب ستأتي السكرين الآتية اللي هي للدفع، نختار العقد وطريقة الدفع الإلكتروني، دفع رسوم وندفع رسوم، وهنا تكون العملية انتهت الخاصة بعقد العمل. شكرا لكم، وسنتابع إن شاء الله فيديوهات أخرى، لأنه السيستم تبع عقود العمل هو سيستم جديد، فأكيد سأحاول أن أعمل فيديو ثاني أشرح فيه بس عقود العمل والأشياء اللي أو الصعوبات اللي لقيناها وكيف الحل منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.